بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، دلوقتي هنشوف الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، واللي من أهمها توقيع اتفاقية لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية في المنطقة العربية. وكمان دار الأوبرا هتبدأ النهاردة أولى سهراتها الرمضانية على المسرح الكبير، ده غير إن النهاردة في ماتشات مهمة جدا في دوري ربع في دور ربع النهائي للدوري الأوروبي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، المجلس العربي للمياه والمنظمة الدولية للهجرة هيوقعوا اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لمواجهة المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية والهجرة. النهاردة هتبدأ دار الأوبرا المصرية سهرتها الرمضانية بحفل تحيي فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وده هيكون الساعة 9:30 بالليل على المسرح الكبير. كمان النهاردة آخر يوم هتستقبل فيه مكاتب التموين برنت مفردات المرتب لأصحاب البطاقات التموينية لمن ظهر له رسالة من خلال بون الصرف بتفيد بضرورة تقديم برنت بمفردات المرتب لمكاتب التموين، وهيتم مراجعة كل من تقدم بالبيانات بيانات الدخل الشامل مع عدم المساس بالأسر الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم. ولعشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع لقاءات الذهاب في دور ربع النهائي للدوري الأوروبي. النهاردة هيلتقي أتلانتا الإيطالي مع لايبزيج الألماني الساعة 7:15، والساعة 9 هيكون فيه 3 مباريات: برشلونة الإسباني ضد إنتراخت فرانكفورت الألماني، وويست هام الإنجليزي مع أولمبيك ليون الفرنسي، وأخيراً براغا التشيكي ضد رينجرز الاسكتلندي.